وايه وعمل ايه. كمان الحاجه الاخيره، مش كل واحد يفكر نفسه واعي او ذكي اذكى من الناس، لان الناس دي الشعب ده قام بثورتين. وهكلمكم في حاجه بسيطه، سيدات اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، انا شفت حاجات رهيبه بيعملوها مش مصدق نفسي. سيدات الواحده ب 200,000 راجل، سيدات او اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ده في، انا كان نفسي اجيب الاسم واقوله في امبارح في مدينه نصر، سيده اكثر من رائعه، مثقفه، محترمه، جدعه، بتخاف على ناديها، قالت كلام يدرس كده من عظمائنا اللي اتكلموا على النادي الاهلي. انا متذكر جملتين. انا هخرج من هنا عشان ولا وزير ولا لجنه اولمبيه يتدخل جوه النادي الاهلي. هخرج اكلم صحابي على الفيسبوك وعندنا جروب على الواتساب ومش عارف، وهعمل وهعمل وهعمل. ولو والكلام اللي انا قلته من اسبوع ما تقولوش، عشان ما تقولوش الراجل بيقول كلام من عنده، هي قالت جمله قلناها، ولو وصلت روح لكل الناس بيتها هعمل كده عشان خاطر الاهلي. وتشوفها حاجه كلاس قوي، شيك، محترمه، جميله. فرهنا على سيدات الاهلي وشباب الاهلي ورجال الاهلي. فزي ما السيدات قاموا في الثوره بدور مهم كبير عريض محترم، فالاهلي مش بعيد عن الدوله، النادي الاهلي دوله برضه. مفيش نادي في العالم عنده 60 مليون. وانا متعصب للاهلي شويتين ولسيدات الاهلي وشباب الاهلي وجماهير الاهلي واعضاء جمعيته العموميه. وكلمتي الاخيره قبل ما اعرض الفيديو الاخير، لانه درس. درس، ولما يبقى حاجه منتشره على السوشيال ميديا بنجيبها. اعضاء الجمعيه العموميه، روح عبر عن كرامتك. الموضوع بقى موضوع كرامه، بقى موضوع تحدي. اللائحه دي لو فيها اقصاء لاحد انا ما كنتش هطلع اقول لك كده ابدا على شاشه الاهلي. وما تروحش. لكن لا اقصاء لاحد، وكلنا ورا الاهلي عشان حاجتين مهمين. عدم فرض الوصايه على النادي الاهلي، واصنع تاريخك بنفسك. حط لائحتك زي ما التاريخ جوه الاهلي قال كده. نروح نشوف الولد الصغير لما الاهلي جه فيه جون عمل ايه، ولما الاهلي جاب الجون الثاني عمل ايه، عشان